السلام عليكم ورحمة الله. تاريخ اليهود تاريخ مقيت، تاريخ بغيض، تاريخ أسود دموي. لم يكتفوا بالكفر بآيات الله، وأضافوا إلى ذلك قتل النبيين بغير حق، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم إن الذين يكفرون ويجحدون بآيات الله المنزلة على رسله في التوراة والإنجيل والقرآن، ويكفرون بآيات الله الكونية الدالة على وحدانيته، ويقتلون النبيين ظلما وعدوانا بغير حق، فبدلا من المصارعة للإيمان بهم وطاعتهم وتوقيرهم ونصرهم يسارعون إلى قتلهم. فاليهود هم من قتلوا يحيى عليه السلام وأبيه زكريا عليه السلام والعديد من أنبياء بني إسرائيل، وحاول اليهود قتل عيسى عليه السلام في القدس ولكن الله نجاه، وحاولوا قتل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرة بإلقاء الحجر ومرة بالشاة المسمومة. وأي حق في قتل النبيين وهم أطهر البشر وخير البشر في كل زمان ومكان؟ وكان اليهود يقتلون النبيين بدم بارد وهم يعلمون أنهم على باطل، وهذا أشنع. ولماذا الإتيان بالفعل يقتلون في صيغة المضارع وقد ولى زمانهم؟ لأنه من يرضى بفعل أسلافه في الماضي ولم يتبرأ منها فهو كالفاعل. فالرضا بالكفر كفر، والرضا بالقتل قتل. وأضف إلى ذلك الإتيان بالفعل يقتلون في صيغة المضارع يساعد على استحضار الصورة في الأذهان وكأنك تراهم. ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالعدل واتباع الأنبياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالقتل لليهود أسلوب حياة. لا شك أن وجود النبيين والمؤمنين من أتباعهم يثير الحقد والغيظ في قلوب الكافرين، فيتضاءلون أمام أنفسهم وأمام الناس، لا حجة لهم في كفرهم، فماذا يفعلون؟ يقتلون. ومن يقرأ التاريخ يعلم كم من دماء سفكت لعلماء وصالحين وأتقياء، فطوبى لهم. فبشر من قتل النبيين والمؤمنين بعذاب أليم موجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. وكما سخر اليهود من المؤمنين في الدنيا، سخر الله منهم وبشرهم بعذاب أليم. جزاكم الله خيرا. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم